الرحمن الرحيم وبه نستعين اعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم كل خير مرحبا ومسهلا فيكم مع حلقه اليوم من برنامج الغبقه والذي ياتيكم عبر شاشه تلفزيون قطر يوميا عند الساعه العاشره مرحبا اخوي سعد يا هلا ومرحبا فيك اخوي حسن طبعا ارحب فيك مشاهدينا الكرام اللي رافقونا في جولتنا الرمضانيه اليوميه عبر برنامج الغبقه موضوع جديد ونقاش اخر ثري نفتحه مع ضيوفنا الكرام بس قبل ما يعني اسالك يا ابو علي عن موضوع غبقتنا ودي بس انوه للمشاهدين الكرام اللي يرسلون مقترحات لموضوعات معينه وكثيره طبعا واقول للجميع مرحبا بكل مقترح تقدمونه واحنا حريصين جدا على مناقشه هذه المواضيع لكن في بعض الاحيان هناك مقترحات لا تعتبر ظاهره عامه يعني تعتبر حالات فرديه وايضا هناك مقترحات ما تتحمل مناقشتها لساعه واحده فقط بالفعل اعزائي المشاهدين طبعا وصلتنا العديد من المقترحات واحنا طبعا نسعد بهذا الشيء جدا ولكن مثل ما قال اخوي سعد هناك طبعا حدود معينه هناك التزام ايضا معين ولكن في الاخر احنا ما اهملنا اي مقترح من قبلكم بالعكس قدمناه للاداره وراح ناخذ ان شاء الله سواء كان في برامج الغبقه او حتى في البرامج الاخرى اللي راح تاتي ان شاء الله بعد عيد الفطر المبارك باذن الله تعالى. اهم شيء انه تفاعلكم الايجابي مع البرنامج مع كل ما يدار في البرنامج صحفنا المحليه قدم لها الشكر ايضا على دعمها للبرنامج من خلال طبعا تصريحات المسؤولين اللي طبعا تتناولها الصحف سواء كانت منشطات رئيسيه او حتى فردت صحف او صفحات لهذا الموضوع فلهم كل الشكر والتقدير صراحه والتقدير والتقدير لكم ايضا ايضا على الساعه اللي اعطيتونا اياها وتابعتم معنا هذا البرنامج أبو علي موضوع غبقتنا اليوم يتحلق بالتقليد تقليد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أثر ذلك على الفرد والأسرة والمجتمع لكن يعني قبل ما ندخل بصلب الموضوع يعني أقول والله الحمد طبعاً يعني عندنا هذول المشاهير ولكن يعني الموضوع يحتاج إلى يعني تقاليد يحتاج إلى أخلاقيات يح صحيح. يحتاج إلى تربيه تعكس ثقافتك دينك معرفتك تاريخك فبالتالي لابد ان ناخذ الحذر ونكون حذرين جدا في تناولنا اي موضوع من خلال السوشيال ميديا طبعا اعزائي المشاهدين لا ننكر ان الفضاء المفتوح يخليك تبحر في هذا الفضاء يمين يسار دول عربيه دول خليجيه شقيقه دول أجنبية وتشوف في مين ويسار والطفل يقلد والكبير يقلد والآخر يقلد هذا لكن هذا هل هو الواقع؟ هل هو المطلوب مني أن أنا أشوف عشان أقلد ولا أنا أشوف مجرد الشوف لا أكثر ولا أقل العلم بالشيء؟ هذا اليوم إن شاء الله راح يكون موضوع أعزائي المشاهدين راح نتكلم في هذا الموضوع بنحاول من عدة جوانب جا من جانب ديني من جانب تربوي من جانب أيضا تثقيفي بحيث إحنا وكولي أمر اليوم أنا جالس أشوف البرنامج أعرف كيف أنا أتعامل مع ابني لما يدخل بعض المواقع هذه أو أشوفه مثلا يقلد تقليد أعمى للآخرين اليوم مشاهدينا الكرام راح نفتح هذا الملف ونتحدث عن التأثيرات السلبية للتقليد الأعمى مثل ما قال أبو علي يعني هوس تقليد المشاهير وتداعيات ذلك على الفرد وأسرته وحتى المجتمع أعزائي المشاهدين في البداية خلينا نتابع مع بعض هذا التقرير لحد ما يدخلون ضيوفنا التقرير مهم راح يقدم لكم إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا المتبقي من التقرير راح نتناول أيضا مع ضيوفنا الكرام شوف معنا يؤثر التقدم التكنولوجي بشكل كبير على جوانب كثيرة من حياتنا، وكلما ازداد هذا التقدم كلما أثر في تغيير نمط حياة الأشخاص. هناك من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للترفيه وتقضية الوقت، وآخرون أدركوا قوتها فاستخدموها بشكلها الفعال. إمكانية التواصل مع الآخرين تمكننا من التعرف على الاخرين وامكانيه التواصل معهم وانشاء صداقات مع الاشخاص حول العالم التسويق الالكتروني تمكن هذه المواقع الشركات من الوصول الى عدد كبير من الزبائن وزياده مبيعاتها التعرف على اخبار العالم نستطيع بفضل هذه المواقع البقاء على اطلاع دائم ومستمر لجميع الاحداث الواقعيه اولا باول مساعده الاشخاص حول العالم يمكن استخدام منصات التواصل الاجتماعي للفت الانتباه نحو مشكله معينه وتحريك الراي العام تساعدك على عدم الشعور بالوحده وسائل التواصل الاجتماعي تساعدك على التعرف على اصدقاء جدد والانفتاح على العالم الخارجي تساعدك على عمليه التعلم الذاتي توسع هذه المواقع دائرة معارفنا وثقافتنا وتساعد على التعلم بشكل مجاني. حرية التعبير والرأي العام تسمح هذه المواقع للجميع بالتعبير عن أفكارهم وآرائهم ومعتقداتهم دون أن يمنحهم أحد. السوشيال ميديا بها اصبح العالم قريه صغيره الا انها تبقى سيفا ذو حدين فسلبيتها لم تعد قابله للتجاهل ولم يعد ممكنا ان نميز بين الصادق والكاذب فيها والسؤال الذي سيظل مطروحا كيف نحافظ على ذاتنا في ظل كل هذا المحتوى الخليط عودة لكم أعزائي المشاهدين عودة لبرنامج الغبقة طبعا بداية وقبل ما نقدم لكم ضيوفنا اليوم نشكر طبعا أبليكيشن ميز اليوم اختار لنا مطعم الليوان وقدم ضيافته لضيوفنا اليوم كذلك هدايا ضيوفنا من محل شوبان للشوكولا والتمور شكرا لأبليكيشن ميز اللي مستمر معنا في ضيافة يومية وأيضا للهدايا لضيوفنا من محل شوبان للشوكولا والتمور شكرا لهم على تواصلهم معنا الدائم. وايضا اعزائي المشاهدين بالنسبه ايضا لضيوف حلقه اليوم معنا الشيخ خالد بموزه خبير تربوي مرحبا ومسهلا فيك. يا هلا ومرحبا. سعداء بوجودك معنا. حياكم الله. وايضا معنا الدكتور عايش القحطاني اخصائي نفسي وتربوي اجتماعي مرحبا ومسهلا فيك. حياك الله. وايضا معنا الشيخ ثابت القحطاني داعيه مرحبا وسهلا فيك شيخنا يحمل الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله جزاك يعني الله خير يا شيخ وايضا معنا السيد حمزه الدوسري مدرب تنميه بشريه معتمد مرحبا وسهلا فيك مرحبا وسهلا فيك طبعا الموضوع زي ما قلنا لكم احنا ما راح ناخذه من اتجاه معين راح نأخذ من عده اتجاهات حتى يعني خلينا نقول تعم الفائده ونسمع ايضا وجهات النظر المختلفه في هذا الموضوع التقليد الاعمى اللي انا شوف فيه ولدي او بنتي قدامي اليوم يقلدون الاخرين وتاثير الاخرين قوي عليهم، شلون ممكن انا احمي ابني؟ شلون احمي بنتي؟ وشلون انا اختار لهم ايضا الشخص اللي يتابعونه او المشاهير اللي يتابعونهم. ان شاء الله حلقتنا اليوم راح نتناول هذا الموضوع، اخوي سعد تفضل. شكرا يا ابو علي ونتشرف طبعا بضيوفنا الكرام وهذا الموضوع فعلا موضوع تربوي اخلاقي حساس جدا صحيح ويهم طبعا كل شرائح اطفالنا، شبابنا، اي مراهقين خلوني ابدا اول شيء مع الشيخ خالد بموزي اهلا ومرحبا فيك يا شيخ خالد الله سعيدين نحن نتشرف بك دائما الله يبارك <applause> فيك شرف لنا والله شيخ سؤال مباشر انا بنقل لك الان حسب فريقنا الاعدادي وحسب ما طبعا جهدهم يقول لك بحسب منظمه هوت سويت هي منظمه عالميه متخصصه في اداره وسائل التواصل الاجتماعي واحصاءات الانترنت والامور هاي كلها. قالت ان عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في دولة قطر بلغ مليونين تصدقون يا شباب؟ مليونين و830 الف مستخدم يعني هذا الاستخدام الكبير للشبكة العنكبوتية هذه، يعني كيف له ان يسهم لترويج عادات وتقاليد غريبة علينا وعلى مجتمعنا وعلى ثقافتنا وعلى شبابنا. ابي تعليقك في هذا الموضوع بالذات يا شيخ خالد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين <applause> نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين منطقه الخليج هي الاكثر استخداما على فكره وتداولا الانترنت تداولا والاكثر سرعه في استخدام الانترنت والسبب في ذلك قضيه الوفره الماليه يعني لما تذهب الى حتى الدول الاوروبيه والدول او امريكا وكذا ترى يعني الان احنا احنا عدد سكاننا هو ترى نفس العدد اللي انت ذكرته 2 مليون و 800 يعني ما في واحد في قطر الا وعنده شنو؟ انترنت وعنده جوال صغير وكبير. وعلى فكره هذا مو موجود حتى في امريكا مثل ما قال شيخ صغير وكبير إيه؟ حتى في امريكا على فكره مو موجود ولا حتى في اوروبا ما عندهم هذه الاعداد بعض الناس يستغنون عن ليش؟ لان تكاليف الحياه ما ما تسمح له ان ايش؟ يكون عنده هذه الوفره في قضيه استخدام للتواصل الاجتماعي. قضيه التربيه أحد عوالم التربية قضية الأيش؟ القدوات. <applause> هذه من أخطر العوالم. هذه مهمة الأب والأم. يعني أنا ويا عيالي وهم صغار لازم أغرس فيهم القدوات اللي أنا أبيها. زين؟ فأحدثهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحببهم في رسول الله، أحدثهم عن غزواته، أحدثهم عن أبطال المسلمين، أحدثهم عن صلاح الدين الأيوبي. هذه الأمور وهم صغاراً ترى بيحبون هذه الشخصيات صحيح. صحيح. يندمجون معها زين وعندما يرون شخصية مهزوزة في الانترنت ترى يقارنونها بالشخصيات اللي قالها أبوي وقالتها أمي عائشة أم المؤمنين وخديجة أم المؤمنين وحفصة أم المؤمنين هذه مين اللي قاعد تطلع ويتبعونها حتى لو خمسين أو ستين مليون صحيح زين من الـ الـ الله سبحانه وتعالى يقول إلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمره بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ترى ترى وايد من المنصات الموجودة في السوشيال ميديا أيضا مثل ما السيء له أتباع كذلك الجيد والطرح الجيد أيضا له أتباع دكتور عايش اسمحني معي أقول لك أنا أيضا يعني هموم أب وأم لما يقول لك والله أنا لما أشوف بنتي تتابع الموقع الفلاني ولا المشهور الفلاني أو كذا فتبتسأله ليش تابعتي تقول طب من البديل فغياب البديل خلاني انا اتجه لاني اتابع فلان او فلان او الموقع الفلاني او الموقع الفلاني يعني مره اذكر واحد يقول لي بعد قلت حق ليش ما تدخل موقع اسلام ويب وشوف قال لي ويب شنو يعني هاي ويب ويب ويب, اغنيه تخيل لان الولد ما يعرف اتجاهه فقط على اتجاه واحد فانا سؤالي الان دوركم انتم ايضا كتربويين ولكم ايضا حضور فمن هو القدوه اللي انا اتابع اليوم جميل احسنت بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الدور يبدأ مثل ما قال أخوي خالد يبدأ بالأسرة النواة م. الأسرة النواة يعني الأب والأم المربي الأول فإذا ما كان هو القدوة الحسنة ويقدم القدوة أيضا هذا لا يعني مثل العجينة السهلة ويبحث فإحنا نعاني من إيش من الفراغ الفكري والثقافي عند أبنائنا وغياب القدوات م. أنت لازم تغرس قيم تغرس قدوات، انت القدوه الاولى، لو جبت لمن؟ القدوه الاولى الأب والام، اذا ما كانوا هم صح ما راح يطلعون العيال صح، عقبها نبدا بغرس قدوات وتقديم القدوه يعني الاولى الاب والام ثم قدوات اي في الاسره، هذه في الاسره النواه بعدين الاسره الممتده بعدين م. المجتمع. الادوار يعني كلها كسلسله فيها حلقات متصله. م. لازم كلها تتناغم مع بعض في توصيل هالثقافه وهالفكر لانه هو بينشا على كده فعنده خلا خلل في التنشئه المجتمعيه معلش شيخنا بس خلينا نكون واقعيين دكتور إيه؟ يعني طبع. اليوم انا لما لما ولدي ولا بنتي تصيح الام تعطيها الجوال تقول هات سكتي آه. والبنت طفله فتاخذ الدوال وتدور وكذا وكذا والطبع هذا داخلها اي ليش؟ فالخطا في وين هنا؟ لا الخطا عند المربي مش في الطفل م. لانه ما عنده فلوس يروح يشتري جوال ولا م. ايباد انت اللي بتروح تشتري له بعضهم يعني مثل الحين اقول جزئيه الطفل انت جبت له سيكل ويلعب في الحوش ولا ذا تجي تلقاي يدور حواليك وينط في حضنك هو يعطي يبيك رساله مش هذه اللي ابي هو يحتاج الى ف... عنده فراغ عاطفي فراغ احتواء فراغ تربيه فهو لما يكون الفراغ هذا كله موجود من اللي يعبيه من اللي يوجهه من اللي يغرس القيمه من اللي يعطيه قدوات يعني هو دور متكامل بالكليه فانا اذا ابي ما اروح اجيب له جوال هو ليش بيقلد الفاشينيستا ذي ولا بيقلد بلوجر ولا غيره م. هو يجد في هالشخصيه شخصية شار... هو يبي يت... يكون مثلها لان عندها شخصيه متكامله ومحبوبه والناس تتابعها وما يعرف الرسائل الهدامه طيب اللي الق... طيب القد... القدوات الايجابيه وين عليك نور من اللي يعطي القدوات الايجابيه نفس اللي شي... اعطانا السلبيه المفروض يعطيهم الايجابيه جميل انت انت ابو علي لما تخليه تشوف كرتون رسوم متحركه تغرس في مصايب سوداء مثل الشذوذ الجنسي والمثليه وغيره وقاعد والام في غفله والاب في غفله وهم يتابعون واعلانات تنزل في الجوالات اعلانات اباحيه واعلانات تخرب سلوكه وفكره بالضبط. انت وين كمربي انت تغرس له القيمه وحبي انا اقول لهم شيء معين في المدرسه لازم من صف خامس لأن الاعداديه الاعداديه في شيء يسمونه خبير مهارات هذه يعرف ولدك شنو هي مهاراته وتوجهه، ولد حمزه، ولد الشيخ ثابت شو تسوي فيه؟ هذه تعزز ايش؟ المهاره اللي عنده والقيمه، يعني انا اقول لهم انت تاخذ ولدك مثلا او بنتك للمحل العاب، تشوف كله ياخذ العاب الطبيب. هذه يعني رسائل ان عنده اقبال وحب لهالمهنه لهالتخصص، لهال فانت تغرس فيه القيم، تجيب له سرير الطبيب، تجيب له بالطو تقول له يا دكتور وبعدين قاعد تغرس. المشكلة عندنا في الغرب لأنهم متطورين وراعون هالجانب أن بعد المرحلة دي ما يدرس إلا في تخصصه يا علمي يا أدبي يا مهني يا دوي فهني هو يبدع ويطلع جينيس وتفوق احنا في الدراسات التسرب عندنا في أبنائنا من المدارس أنه قد يسقط في مادة عقله مش م... مش موافق لها بالضبط ي... هو ميوله ادبيه انت تفرض عليه الا يدرس علمي صحيح. وإلّا ينجح وتنزل تجبره إيه. فيبدا يتسرب من المدرسه ويحقد على التعليم نعم. نعم. لكن انت لما تشوف الدول المتقدمه ليش الاولى فنلندا وماليزيا وغيرها اتبعوا آلية مختلفة في التربية والتعليم هذا داعم للطفل لكن لما عنده مساحة وبالذات في سن البلوغ أنا ما أسميها سن مراهقة لأن المسمى غلط ويبيح يسوي اللي يبي هي سن البلوغ هني في مراهقة يسمونها متأخرة ومتقدمة انت شلون المرحلة دي تغرس فيها صح وتبني حلو قيم صح هي طبعا من سن التمييز اللي هو من سن سبع سنوات الدور مشترك لكن قبلها 90% من الشخصية مبني عند الأم سنوات البرمجة الأولى الثلاث سنوات بعدين من أربع السبع هو عنده كمية من المعلومات والأرقام وده أنت تعززها وهني تبدأ تغرس ايش؟ القيم الدينية الثقافية الإسلامية والتابع يعني حتى احنا نقول لهم في برامج تحجب البرامج هذه السيئه اللي دخلها في برنامج عيالك في برامج تدخل عليها يعرف اخوي خالد تدخل عليها تشوف هو شيء تابع وشيء شو تبدا تفلتر يعني رعايه مكتمله عشان ما جزاك الله الخير والله ما قصرت يا دكتور الله يرحمه الله بتشعبنا وايد بس احنا بدنا حديث ذو اي والله خليني أروح حق الاستاذ حمزه طبعا حمزه الدوسري استاذ حمزه اسالك بدايه عن التقليد كمفهوم يعني تعريفك لكلمه التقليد بعدين متى نقدر نقول فلان يقلد فلان طيب شنو هي السلبيات اللي ممكن تتولد عن تقليد فلان لفلان وشنو هي ايضا الايجابيات اذا كانت هناك ايجابيات طيب اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاه وأتم التسليم وبارك لكم مشاهدينا الكرام ما تبقى من هذا الشهر الفضيل نعم. صلى الله عز وجل سبحانه أنا واياكم ممن صاموا وقاموا ايمان واحتسابا يتقبل منا ومنكم واعتقل رقابنا من نعم. آه. آه. الموضوع كله ذو شجون والتقليد بروحه ذو شجون اكثر واكثر. نعم. آه. لكن أتكلم عن تقليد بابسط مفاهيمه ان تفعل كما يفعل الاخر، ان تحب ما يحب الاخر، ان تقلد الاخر في سلوكه، في صوته، في حركاته، هذا الاخر بطريقه او اخرى ولغياب القدوه الايجابيه اصبح هو القدوه، بالتالي صرت انت تقلده. طيب ليش هو صار قدوه؟ الفوكس عليه، الاضاءه عليه، في كل مكان تحصله موجود، آه. كلمته تمشي، له مسمى، له شيء. فصرنا شئنا ولا ابينا نسمع برايه خاصه اذا كان عندنا نعاني مثل ما ذكر الاستاذ عايش من فراغ فكري او فراغ يعني عاطفي او فراغ ثقافي موجود معنا فالتقليد بأفسط مفاهيمه اللي هو نقلد الاخر سواء من اقتنعنا ام لم نقتنع اذا اقتنعنا بحجته فاحنا اتبعناه صار اتباع كامل 100% اذا لم نقتنع فاحنا قلدناه وقد يكون تقليد الاعمى نقطه ثانيه التي ذكرتها الله في النقطه اللي هو هل في تقليد سلبي وايجابي اكيد في تقليد ايجابي واكيد في تقليد سلبي ولا نقدر نعمم نقول إن كل الفاشينيستا أو البلوجر سيئين ولا نقول كلهم إيجابيين في منهم الحسن وفي منهم الجيد وفي منهم الممتاز وفي منهم السيء يبقى هنا دورك أنت كأب كموجه لكن كموجه ومراقب إحنا الآن ما نبي نسخ ما نسخة عشر نسخ من خالد أبو موزة أحسن من خالد أبو موزة ما نبي من حمزة نبي أحسن من حمزة لما تكلم أخوي حسن في البداية عن أن الابن لما يشوف الجوال يطبع يطبع, يطبع وذكر الأستاذ عايش أنه برمجة لما نعطي ولدنا اللي احنا نبيه احنا جالسين ننشئ نسخ 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 ملينا نسخ متكرره نبي نسخ مبدعه نسخ جديده نسخ ذات فكر ذات طابع ديني ذات انفتاح فكري ثقافي محدود ذات طابع تكنولوجي طب مهارات ولكن ضمن الضوابط الاسلاميه ضمن ضوابط العادات والتقاليد لما تختلف عاداتي وتقاليدي تربيت عليها والنشأه نشأت عليها مع ما أراه في السوشيال ميديا ومن الفاشينيستا وأرى أن هؤلاء هو اللي صفق لهم وهؤلاء هم اللي يكرمونهم واللي وهم كذا وكذا يصبح عندي نوع من التوتر يبدا اتوتر طيب ما هي خطوات التقليد؟ اول خطوه الاهتمام انا اهتم بشخص معين ابدا اتابعه ابدا اشوفه ابدا اسوي له فولو اذا كان في سناب شات او غيره. النسخه الثانيه الخطوه اللي بعدها او المرحله اللي بعدها ما يسمى ترسيخ السلوك في سلوك شفته من سلوك اللي سواه رسخ في ذهني صار له صوره صار له برمجه عندي المرحله اللي بعدها ابدا انا اسوي نفس السلوك يسمى توليد السلوك اذا اهتمام ترسيخ السلوك، توليد السلوك، ابدا اولد انا السلوك اللي صار اقلده في مشيته، اقلده في صوته، اقلده في لبسه، اقلده حتى في مشترياته، في مقتنياته، قد في بعض الاشياء كثيره اقلده انا اساسا ما لي علاقه فيها ولكن لأن صار عندي اهتمام فيه واعجاب وقد يكون صار في عندي هوس بهذا الشخص وصار عندي ترسيخ السلوك توليد سلوك ثم يبدا ابحث عن محفز هذا السلوك، شو الاشياء اللي دائما اسوي هذا السلوك، قد يكون المحفز عندي ابي مشاهدين. قد يكون محفز الذي تصفق لي، قد يكون محفز اني اطلع اقول ترى انا اقلد فلان، ترى انا مثل فلان. فهذه الاشياء كلها تكون ما يسمى بالتقليد ومنه السلبي ومنه طبعا الايجابي، كم من شخص استفاد من بلوجر او فاشينيستا في تربيه ابنائه، في تعليم ابنائه الانجليزي، في تعليم ابنائه بالضبط حفظ صحيح. القران، في تعليم ابنائه السنه النبويه، وكم بالعكس هدمت علاقات وهدمت ابناءه وهدمت بيوت من هؤلاء التقليد الجانب الاخر. والله خلينا ننتقل للشيخ ثابت شيخنا طبعا انا بس يعني صراحه فخور وسعيد بوجودك معنا اليوم جزاك الله خير فيك صراحه يا مرحبا آه خليني اعرض لموضوع اخر وهو التصوير لكل تفاصيل الحياه لبعض المشاهير سواء هنا او في الخارج اتكلم بشكل عام حتى ما حد يزعل يعني راح العمره مبتسم الشكل ويصور وراء الكعبه الكعبه آه في السجود حط التلفون وهو يسجد آه بيروح مثلا مكان يصور الليله ليله 27 ايضا ولا فضل كبير ايضا تلقى بعض منهم ان شاء الله وفي في بعضهم تلقى مثلا آه يعني يستغل مثل هذه الليله مش طبعا لشيء لكن لغرض نفسه مثلا يعني رغم الناس تعالوا تعالوا بس شوفوني يعني انا رايح المسجد وكذا طيب نتكلم عن هذا الجانب ايضا هو التصوير لكل شيء كل تفاصيل الحياه بيت عياله هو نايم على السرير هو كذا طلعاته جياته وايضا الجانب الديني او الشرعي ايضا في الموضوع هذا احسنت بارك الله فيك لكن حقيقه الكلام اللي طرح ما يستطيع الانسان يسكت لازم يعلق ولا شيء بالضبط بالعكس المجال <applause> <applause> مفتوح يا شيخ كلام جميل, جميل جماعه سمعناه صراحه <applause> الله <بالمشاعة تصفيق> العالم الافتراضي في وجهه نظر انه جزء من حياتنا اليوميه مم. أنا الشغاله عندها سناب شات هو شغاله كلنا البيت كله عنده الوسائل موجوده بالضبط دعم. شلون احنا نعيش ونتعايش مع الوسائل الموجوده؟ هذه وجهه نظر. واحده من الامهات عجبتني صراحه ارسلت المشهوره من المشاهير قالت لها اتقي الله بناتي قاعدين يتابعونك. رساله جميله جدا في غايه الروعه. يعني كون انك انت تحتوي هذا المشهور افضل من تعليم الابناء كلها جميله لكن يقولون زله العالم تؤدي بعالم وزله المشهور تقسم الجمهور. يعني خطا المشهور مو مثل خطا الناس العاديين بالضبط. بالضبط. رجل في غبراء الناس ما حد يعرفه كوني انا اتواصل مع المشهور ارسل له رسائل تذكيريه اذكره بالعكس حقيقه هذه الفتاه جزاها الله خير تغيرت 50% ما وصلت 100% لكن تغيرت وكذلك كثير من المشاهير حقيقة نجالسهم العالم الجميل الطيب موجود ما نغفل عنه هناك شباب يذكرون بزكاة الفطر يذكرون بليلة القدر بالضبط. بالعشر المباركات جميل جداً لكن الحقيقه الناس تتوجه للجانب الاخر، ما ادري حب للاطلاع، حب كل يعني خالف تعرف شنو الاسباب يا شيخ؟ للاسف يعني الشديد يعني شنو الجاذبيه اللي تجذب هذا السؤال صحيح، <applause> هذا السؤال الكبير اللي نساله يعني حب الانسان للتطفل والنظر للشيء الجديد هذا موجود فطره في الانسان نعم. ولذلك يقولون الان الانسان عدوه النفس، النفس اماره بالسوء، يقولون النفس كالدابه ان ركبتها اوصلتك وان ركبتك قتلتك فحقيقه <applause> لابد تركب هذه الدابه حتى تصل الى مبتغاك نعم <applause> مساله العالم الافتراضي لابد ان نعايشه ومساله الشهره عموما لو ما يعني ننظر الى مساله الكتاب والسنه نرى ان الشهره مذمومه ترى الشهره بحد ذاتها مذمومه النبي صلى الله عليه وسلم يقول <applause> من لبس ثوب شهره في الدنيا البسه الله ثوب ذله في الاخره <applause> ابن مسعود لما راى يعني بعد ما انتهى من حلقه تعليم للطلاب لحقوه الناس بداوا جمهور فنهاهم قال هذا الفعل ذلة للتابع فتنة للمتبوع نعم. الآن المشهور اللي عنده مليون ما يسمع نصيحتك يقول والله أنا عندي مليون مشاهد ما أسمع لك مه. وأنا أقول يا أخي العزيز اتق الله عز وجل هذا المليون راح يشهدون عليك صحيح. يوم القيامة صحيح. ليست العبرة بكثرة المتابعين معين بس نرجع لنقطة الشهرة مذمومة بس اينا. نوضحها هذه إذنك شيخنا حتى الناس يعرفون <applause> الشهرة على ثلاث مراتب كما ذكر أهل العلم إما أن تكون شهرة صاحب تخصص طبيب متخصص في جزئية معينة ويكون مشهور متخصص في اللغة العربية العربية سيباوي وغيره من العلماء الكبار متخصص في الفقه كالإمام أحمد العلماء الكبار هذا تخصص يعني رجل ذا عصيته في فن من الفنون متخصص هذه شهرة لكنها محمودة هناك شهرة مذمومة وهي خالف تعرف خالف الأقوال الشاذة هناك الشهرة الحديثة للأسف الشديد انتشرت آه يعني اسمحوا لي كن مهبولا تكن مشهورا اسمحوا <applause> لي بهالعباره الحين انا يعني لما هاي مقوله جديده يا, <applause> يا شيخ بقول لك فيها تتعلم <applause> لا لا مو بعامة <applause> لا لا والله مو بعامة فيه ناس حقيقه محتواهم طيب نعم. فيه ناس محتواهم طيب لكن انا اتكلم عن السن المعين احنا عندنا شباب مراهقين وانا صراحه اتابع معهم انا ترى مو بعيد من عيالي ولهذا انا اقول حتى للمصلحين كن قريب مع الناس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي يعتزل ولا يخالطهم أنا أقول خالط الناس اجلسوا معهم شوفوا المحتوى اجلس مع البنت اجلس مع الولد شوف شنو يتابع بالعكس أنا خالطهم واسمع منهم لا نغفل عن مسألة مهمة جدا أحسنت السؤال اللي هو تصوير كل ما لدي كل تفاصيل اليوم هذه مشكلة حقيقة معاصرة لم تكن موجودة في الماضي وأنت عندما تصور كل شيء أنت وضعت نفسك أمام مرمى الهدف متعرض للعين الحسد المس السحر الابتلاء متعرض لأمور كثيرة جدا ولهذه أنا أرى أن هذه من الأمور التافهة النبي دائما صلى الله عليه وسلم يدعو إلى معالي الأمور وترك سفسافها بهذا اللفظ ليس سفاسفها بل سفسافها لفظ نبوي يعني الأمور المعالي الأمور العالية الإنسان ما يخجل من إظهارها لكن هذه الأمور بكل تفاصيل الحياة أنا أرى أنها من خوارم المروءة لا تزيد الإنسان إلا غبن واحد من الإخوان جاب لي بنتة قبل فترة طايح من شعرها خصل من الشعر سألته قلت له أنت حضرت عرس رحت المناسبة شو اللي سويته؟ هو يعني مو مشهور، اثنين سلندر مو ثمانية سلندر، يعني قليل اللي يتابعونه قليل. قال لي تبي الصراحة؟ أنا دائماً أطلع هالبنت معاي في سناباتي. قلت الله يعينك. لا 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 وصيبت الله أصيبت الله. بعين وعين قوية جدا يطلعها كامل عين في القرآن للأسف يعني الشديد، يعني الواحد لازم يعرفها هل... تسر الناظرين، بل حتى العين تقع من أقرب الناس لك، يعني العين يقولون العين تصيب من الحبيب القريب. يعني طيب الأب عم قد عم ممكن ينضل عياله، الحسد العين المحبة احسنت العين المحبة، بين الصحابة أن ذلك الصحابي لما اغتسل أخ له قال العذراء في خدرها من جمال جسده نعم سال بعيب فأصيب الرجل سبحان الله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا بركت؟ أنا حقيقة أدعو الإخوان الذين يصورون الموائد، يصورون الطعام، هذه حقيقة ليست من باب التحدث بالنعم، هذه أجاب عليها العلماء الكبار هذا من باب التباهي والتفاخر انتبهوا يا اخوان النعمه غاليه هم. يعني ما الفائده عندما تصور هذه تفقد الاجر لما تعزم الناس <تصفيق> والعالم العالم <applause> لمصائب صح؟ كثيره صح؟ جدا هذا ليس من باب التحدث بالنعم ابدا والله هذا تصوير هذا التصوير مثلا ربعي او كذا جايين عندي في المجلس مثلا في اصلها مباح التصوير أصورهم. انا انا اصور الطعام في اصله مباح إيه؟ لكن تنشر المن في ناس ما عندهم كسره الخبز يا شيخنا الكريم، <applause> في ناس في فقر، في حروب، في مجاعات، في امور كثيره. يا اخي ان لما انت تصور لي الاكل واشتهيه قد تعرض انت لحسدي انت وانت ما تدري. صحيح هذه مشكله <applause> مشكله ثانيه. ولذلك يعني اكرام النعمه حقيقه بشكرها، بشكر الوالي، اكرامها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجد يعني كسره خبز في البيت وقال يا عائشه يعني اكرمي جوار النعم او احسني جوار النعم يا عائشه. مبدا عظيم وجميل جدا جميل من باب النعمه شكرا يا شيخنا جزاك الله خير بس ابي اضيف لك ايه انا سالت بعض المشهورين من رابعي في في السوشيال ميديا ليش تصور صبح وليل قال لي لما سويت كذا المتابعين ذيلا ما يزيدون ولا يتابعون يبون حركاتي بشكل يومي أربعة 24 ساعه شنو فايدته يعني انه الناس يستفيد المتابعين يزيدون ايه؟ وكل ما سوى شيء يعجبون به فيسوون مثله <applause> لا هي بينا. هي هذا هو فائده ماليه كل ما سمعت زاد يصير المت... فائده ماليه نعم كل ما زاد اسمع النقطه هني قال فائده ماليه للسارق كل ما زاد المتابعين زاد الطلب ال... عليه من الجهات اللي تحتاج اعلانات فهو بطبيعته بيسوي الشيء هذا صحيح لما الشخص يصور الطعام او غيره نسأله سؤال ليش تصور؟ تبي تتباهى وتتفاخر طيب ليش؟ قد يكون في مشكله داخليه في نفسه انه يحتاج ان يكون تحت الانظار، يحب الناس تشوفه، يحب الناس هو يعني قد يكون في نقص داخلي عدم دائما إيه يعبر عنه يعني نظره انانيه لاشهار شخصه هو. شخصيته او اهتماماته نظرة او نظره نرجسيه يحب أن ترى يحب أن يتميز، يحب أن يكون محط انظار الناس. طيب اعزائي المشاهدين راح ناخذ هذا الفاصل وبنرجع ان شاء الله نستكمل موضوعنا ما خلصنا الحين عندنا نقاط كثيره ابقوا معنا لا تبعدونا. عودة لكم أعزائي المشاهدين عودة لبرنامج الغبقة عودة لضيفنا الكرام وطبعا قبل الفاصل ناقشنا عدة نقاط ولكن الآن راح ننتقل إلى نقطة الأسرة الآن أنا ابني ولا بنتي التابع المشهورة الفلانية ولا الموقع الفلاني وسافروا الدولة الفلانية وكشخوا في الفندق الفلاني وسيارة استقبال وشنطة ماركة وكذا 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 وبناتي يصيحون طول اليوم يبون الشنطة الفلانية يبون السفرة الفلانية يبون يروحون نفس الاتجاه اللي راحوا يبون المحل الفلاني، يبون اليخت الفلاني. تأثير الأمور هذه كلها والتقليد الأعمى على الأسرة. زين، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الرسول صلى الله عليه وسلم على فكرة تكلم عن هذا الموضوع. حديث يسمونه حديث الحثالة. حديث؟ حديث الحثالة. الحثالة؟ الحثالة نعم. عليه الصلاة والسلام كان جالس مع أصحابه وكان فيهم عبد الله ابن عمرو بن العاص عليهم رضوان الله. فألتفت إليه رسول الله فقال يا عبد الله كيف بك يعني إيش بتسوي إذا كنت في حثالة من الناس يعني أنت عايش في مجتمع يعني قد مرجت عهودهم وأماناتهم هكذا وشبك بين أصابعه يعني أصبح عندهم قضية الحلال والحرام شيء سهل يفعلون المُنكَر يفعلون كذا حثالة والحثالة في لغة العرب هو ما يتبقى في قائل الكأس من إذا شربت شيء أو كذا هاي يسموه لا قيمة له فقال فما أفعل يا رسول الله أعطاه إيش الوصفة أنك أنت شلون تحمي نفسك إذا أنت عايش في هذا المجتمع م. زين قال عليك زين ائت الذي تعرف يعني سو اللي تعرف أنه هو حق وحلال ودع عنك الذي تنكر ودع عنك الذي تنكر وعليك بخاصه نفسك يعني انت وهلك ربهم عدل علمهم عدل ودع عنك امر العامه اشتغل في نفسك اشتغل على نفسك اشتغل على نفسك عدل وعلى بناتك وعلى هذا لذلك قضيه قضيه الماركات وانا ابي كذا هي قضيه ثقافه ماليه على فكره م. لازم تعرفون اركان الثقافه الماليه ونعلم عيالنا كيف ينفق هذا الركن الأول كيف يدخر كيف يستثمر وكيف يجلب الأرزاق الحين مشكلة ترى هذه العالم السوشيال ميديا كثير من الأرزاق التي يجلبونها لا تتوافق مع شريعتنا مشكلة كبيرة <applause> وفيها ما يتوافق مع شريعتنا لكن الغالب الأعم عندهم إشكالية ترى حرام زين أني أنا مثلا أقوم بعمل مقلب كبير جداً وخرع رفيجي علشان الناس تضحك زين ثم بعد ذلك احصل مشاهدة عالية جدا واصير ترند وما الى ذلك وتيني دعايات وتيني كذا لاني انا سويت في مقلب ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم مزيزي. ان يروع المؤمن لا يروعن مسلما مسلمة حتى لو مزح حتى لو مزح ما يجوز اصلا ذاك اللي سرق خذ مسواك رفيجه وخشاه وذاك يبحث عن اين مسواك اين فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب على مسواك قال <applause> ما... ليش ليش تبهدل رفيجك؟ <مم> شوف الان المقالب اللي قاعد تصير في السوشيال ميديا وما الى ذلك ليش؟ لان ما في قاعده تربويه حقيقيه نحن غرسناها ان كان في انفسنا او حتى في المشاهير الذين يقدمون هذه الماده <مم> ولذلك نحن نحتاج الى هذه التربيه هذا الحديث من اخطر احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم <مم> الامام فخر الدين الرازي شو يقول 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 عنده كتاب اسمه اقسام اللذات. هي لذات زين؟ قال هناك لذات جسمانيه جسمانيه لها علاقه بالجسد، فالانسان يريد ان ان يمتع هذا الجسد، فالانف يحب الرائحه الجميله، والعين تحب المنظر الجميل، صحيح. والاذن تحب الصوت الجميل، والفم يحب الشراب اللذيذ، والطعام اللذيذ، والجسد يحب الملبس النائم وهناك اللذه الثانيه اللذه الروحيه. ما حد يتكلم عنها ما لها علاقه بالله ونحن الان في العشر الاواخر وهذه ليله السابع والعشرين ها وهي من ارجى الليالي ان تكون هي ليله ايش؟ ليلة القدر نسأل مقرد. الله سبحانه وتعالى إيه أن يرزقنا فيها القيامة آمين. وقراءة القرآن آمين. فهذه القضية اللذة الثالثة هي اللذة المهلكة قال فيها الإمام فخر الدين الرازي قالوا وما اللذة المهلكة قالت لذة المناصب والكراسي اني انا اكون مشهور صحيح. والكل يشير الي بالبنان هذه اللذه مم. عظيمه وهذه ترى من اعظم اللذات من دخل فيها واستولت عليه فعل الافاعيل حتى ولو كانت كلها حرام. جميل مم. ما قصرت شيخ خالد. دكتور عايش الحين هذا التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي ما حد يقدر يوقفه. صحيح. 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 صح ولا انا غلطان؟ صحيح. خلاص احنا عايشين فيه واطفالنا معانا. يعني هذا واقع موجود ايوه فما بالك بالمستقبل الآتي ايضا راح تتطور المسائل اكثر الان لا. الان هذا الموبايل يعني شو اقول لك كلكم عارفين هذه الشغله لا. طيب ماذا تتوقع في المستقبل ما هي النظره المستقبليه ما هو رايك ما هو الكلام اللي ممكن تنقله لشبابنا ل لي... لاطفالنا لي... 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 الان حتى الطفل اللي عمره 10 سنين 12 سنه ترى يملك موبايل خاص فيه الله صحيح. صحيح. الله المستعان على ذلك، فما هو تعليق يا شيخ؟ عايش فضل. والله احنا نقول لا تكن امعة، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساؤوا أسأت، ولكن انا. وطنوا أنفسكم، احنا نقول أكون رقم صعب ولا تكن صفرا في هذه الحياة، 100 سنة عمره ويطلع صفر من هالدنيا نعم أنت لازم تغرس فيه القيم اه مثل ما قلنا قبل شوي، أنت لازم ات توجه، احنا مثل ما قال اه الشيخ خالد النفس تبي و الروح تبي ولذلك الشعر يقول يا خادم الجسم كم تسعى لخدمتي <applause> وأنت تسعى إلى ما فيه خسران صحيح. أقبل على الروح فاستكمل محاسنها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان أنت إنسان الله قال ولقد كرمنا بني آدم في قيم في أهداف أنت غرس الولد قيمة يحبها يحب الهندسة خل قدوة مهندس مميز مبدع آه مثلا دكتور خبير لا في أي مجال بس يكون القدوة الصح القدوة الإسلامية اللي تعكس لنا ولذلك الناس الاعلاميه هذه احنا نقول لهم انتم على ثغر اما تكون قدوه حسنه مثل ما قالوا اخواني او تكون قدوه ايش؟ سيئه وسلبيه احنا نقول لهم شو تقول؟ حق رب العالمين يوم القيامه لما تخف امامه الله يقول اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون نقول للعائله انت الله قال كلكم راع وكلكم مسؤول نقول للاب انت راعي مسؤول الام انت مسؤوله وين دوركم نقول المدرسه والجهات الاكاديميه وين دوركم؟ المؤسسات الاعلاميه وين دوركم؟ هذا عالم الكل يتابعه، الرقمنه والسوشيال ميديا والدنيا دي فيها متابعين بالهبل. احنا التركيز علينا لان هني في اموال، في فلوس، جهه مستهدفه لانها تدفع. فانت شلون تحمي نفسك مثل ما قال الشيخ خالد، ثقافه الادخار شلون تعلمها لعيالك؟ تقوى الله شلون تعلمها لعيالك؟ شلون تغرس فيه جانب المراقبة أنه يراقب نفسه من هذا المنزلق إحنا نقول في خطأ في التنشئة الاجتماعية في خلل عنده أصلا عنده قيم عنده أخلاق عنده مبادئ وعنده أشياء دخيلة وأنت مش قاعد توجه فهو ينجرف منذ الطفولة يعني من حتى أفلام الكرتون ما قاعدين يرسلون لنا شخصيات خرافية مثل سوبرمان وغيره 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 وين القدوات العربية اللي عندنا مثل ما قالوا أخواني الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحين الناس الخبراء حتى في العلم اللي تدرس كتبهم في الجامعات الغربية في الطب والنا... والفلسفة والهندسة وغيره أنت لازم الكل يشتغل في جهته مثل بعد ما قالوا أخواني الجهة اللي بتستضيف الشخص هذه وتعطيه أكبر من حقه وأقوى وتعطيه مبالغ خيالية أنت قاعد تدمر معه فاحنا نقول لهم أنت يا المشهور هذه عليك أن تتقي الله لأن الله بإيش بيسألك يوم القيامة الإمام الحسن البصري يقول والله ما تكلمت بلساني ولا بطشت بيدي ولا مشيت على قدمي إلا بعد أن أرى في ميزان حسناتي أو سيئاتي لله وفي الله ولا للشيطان نقول للمتابعين نفس الشيء إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة أنت الله بيسألك أنت قاعد تتابع أنت تأثم مثله فأنت غير من نفسك من سلوكك جميل شيخ ثابت معليش اسمح لي انقل لك تجربه شخصيه صارت معي وابي تعليقك انت انت شخصيا تعلق عليها <applause> الله يسلمك جاني احد المشاهير قال لي ابو علي بسوي معاك مقابله ويعني الجانب الاخر من حياه حسن الساعي وكذا قلت له ان شاء الله قال لا ما ابي كذي قلت له شلون تبغي؟ قال لا 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 قط قطرتك وافتح الازرار وخليك شباب يا ابو علي عشان يتابعونا اكثر وتجيب متابعات انا ما استوعبت الموضوع قلت له مو مشكله توكل على الله معنا حسن الساعي كذا وكذا وكذا فطبعا انا يا مرحبا ومسهلا فيك يا ايش قلت لك انا؟ ايش تبي مني؟ قال له ابيك تقول يا هلا ومرحبا وتعمل لك جو بعدين عشان عشان يتابعونك ما يطلبوا الجمهور ايه تخيل ها بشكل مغاير لشخصيتك يعني 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 يتكلم مع الشخص ما له خص الأمور ذي كلها قلت له لا يا اخوي انا ما ماني في السوالف قال تدري ابو علي بتصل لك ان شاء الله يلا مع السلامه وراح رفض انه يكمل المقابله اما اني اطلع مثله وانزل لمستواه ومستوى فكر بعض الشباب طبعا عشان ما حد يزعل وانه يعني تهرج وتضحك وكذا وتعمل مقال مثل ما تفضلتوا لكنك تطلع بجديه يا عمي فكنا منه للاسف تعليق شيخ جميل جدا واتمنى انك ما تنازلت يا شيخ احمد أي <applause> <جميل. تصفيق> <جميل. تصفيق> الحمد لله <applause> للاسف هذا المحتوى وهذه الماده المطروحه للاسف في السوق مم. ولذلك انا ارى ان هؤلاء الشباب هداهم الله، احنا ما نفقد الامل، يتكلمون يعني بالسنتنا على ديننا الحمد لله، ومنهم الكثير لو نبهته وحذرته وذكرته بالله انا اعتقد انه راح يخضع ويرجع ويخاف من ربه سبحانه وتعالى، هذه وجهه نظر، اقصر الطرق لاصلاح الشباب عليك بالرؤوس المشاهير. يعني احنا مره من المرات رحنا مع احد الجمعيات الخيريه لاحد البلدان. وبدانا ندعو الناس العوام ما سمعوا لنا لما اسلم شيخ القبيله ما شاء الله كلهم دخلوا انا اقول رحله المشهور مباشره حقيقه له تاثير صحيح له تاثير وهذا قله انا من وجهه نظري اذا ما استطعنا المشهور فلا اقل من رفع الوعي عند المتلقي مفروض. صحيح ممتاز جدا نبدا بالمتلقي تعال يا ولدي شنو هدفك في الحياه مساله الهدف مثل ما قال الشيخ هذا مهمه جدا ايش تبي تكون في المستقبل عندك اهداف بعيده المدى قريبه هذه من تخصص الاخوان الاساتذه الكبار لكن تعال يا ولدي ايش تبي تكون في المستقبل؟ تبي تكون من هذا المشهور؟ يا اخي تعال لتلك المربيه عندما تكلمت مع الطالبات قامت لها واحده من البنات قالت لها بنتي ايش تبين تكونين اذا كبرتي؟ قالت والله ابي اكون صحابيه. قالت شنو؟ شنو الله. صحابيه؟ اتصلت في امها يا فلانه البنت هذه تقول تبي تكون صحابيه اي والله قبل النوم كل يوم نتكلم عن الصحابيات. الله. جميل آه. جدا غرس رائع الأم. قدوة دور الام صحيح دور القدوات نعم. دور الام تربيها صحابيه تربيها <applause> في, حبة في حبة كل حب الصحابيات حبه الصحابه وارادت ان تكون منهم ده يا ده سلام, ده سلام. ده يا سلام جميل ده ده جداً. ده ده. جدا هذه الرسائل جميله جدا الحمد لله احنا يعني بيئتنا بيئه طيبه حقيقه حتى المشاهير ما ينزلون الى مساله ترويج المخدرات والسيول لا, <applause> لا لا لا، <تصفيق> <تصفيق> هذه لها جرائم <applause> الكترونيه ولها عقاب وحساب، لكن احنا نقول يا اخوان هذا اللي تقدمه للناس أين ستضعه يوم القيامة؟ هل هو في ميزان الحق أو الباطل؟ قبل ما تتكلم بالكلمة هناك مباح هناك محرم وهناك الذكر الطيب هذا تؤجر عليه لكن أنت هذه التصرفات اللي أنت قاعد تسويها أمام الناس هل أنت تهدم لبنة الأسرة؟ حقيقة الأسرة يعني في مفهومها هي اللبنة الأساسية للمجتمع أنت إذا أردت تصلح مجتمع أصلح الأسرة صحيح صح الواقع الافتراضي ترى هو أحد يعني الأسرة أب وأم وأبناء وسناب شات وتويتر صاروا جزء صاروا جزء من عناصر الاسره يعني بس سعد صحيح هذا هذا الواقع ما حد يقدر يجهل هذا الواقع زين انا انا عندي وجهه نظر اخرى أقول اقول إخواني تعالوا يا شباب من اللي فيكم يبي يكون مشهور؟ والله انا ابي يكون مشهور، المشاهير ما شاء الله عندهم فلوس عند الناس كلهم يقبلون عليهم، طيب تبي تكون مشهور شنو الماده اللي راح تقدمها للناس؟ جميل جدا اكتب لي الماده اللي انت تبيها، وش تبي تكون في المستقبل؟ وش راح تقدم للناس؟ الخطاب والمحاورة مع أولئك نافع جدا لكن عندي نقطة قبل ما نختم فيها مهمة جدا 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 جدا, جداً, <تصفيق> جداً <تصفيق> 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 متابعة الشباب للبنات ايش رايك فيها شيخنا؟ الله المستعان محرمة ولا لا؟ استاذ سعد؟ اكيد محرمة يعني استاذ <ساد عرشة> خالد استاذ ما يجوز لك انت يا شاب تتابع لك فتاة ليست من محارمك والعكس ايضا والعكس صحيح <applause> قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ما يجوز لك انت بأي حق تتابع هذه الفتاه اللي خرجت؟ البعض من الفتيات تقول استحلفكم بالله ما يتابعني الا بنات. انت بأي حق اخترقت هذا الامر؟ ترى هذا الامر عليه تبعات كثيره جدا. واحد من الاخوه اتصل فيني قال يا اخي انا زوجتي دائما اجد منها الجفاء واجد منها الصلف واجد منها لكني معجب باحد المتابعات اللي انا قاعد اتابعهم، يتابع يومياتها كل يوم تاثر فيها مم هذه المشكله الكبيره يا اخوان اللي احنا صحيح قاعدين نعيشها اليوم صحيح ولا لا شيخ احمد صحيح هذا المشكله صحيح الكبرى صحيح ما يجوز لك انك تتابع اي فتاه وهذا محرم عليك ستسال العين تزني زناها النظر وكذلك اختي المباركه احنا ما نتهم احد ابدا لكن احنا نذكر المراه ما يجوز تخرج اي شيء امام الملا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر يقول المراه كلها عوره بأي حق تخرج بمفاتنها بصدرها بشعرها محرم يا أخوان أقسم بجلال الله أن هذا الفعل محرم يعني مسألة خلافية مسألة كشف الوجه في خلاف بين أهل العلم وخلافهم رحمة لكن اتفقوا على أنها إذا كشفت وجهها ما تخرج بالمكياج بجمالها الفات هذا محرم لا لا لا. هذه رسالة أخيرة مني الله من أخوكم الله إن ما يجوز الله. لك أخي الكريم أنك تتابع مرأة لا تحل لك <applause> يعني كان ودي أنا هذا الكلام يكون في نهاية الحلقة بس <applause> لا معني <applause> بس <وك> كلام <applause> الشيخ ثابت يعود على سؤال الأستاذ حسن كان في البداية سأل الشيخ عن إن لما ال 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 الابن أو البنت أو حتى الزوج أو الزوجة يعني يشوفون المشهورة أو يشوفون هذا الشخص يسافر ويركب السيارات سؤالك اللي كان في الأول ما هي التاثيرات السلبيه على الاسره؟ يبدون يطالبون ابوهم او الطالب زوجها او الطالب زوجته بنفس اللي ركبوا بنفس الرحله بنفس الدوله بنفس الفندق بنفس الطياره جميل طيارة جميل جميل طيب هذا التاثير مع أنه, مع انه قد يكون كل ما عمله هذا المشهور هو جاي مقدم له مجانا صحيح مقابل صحيح يعمل دعايه ما دفع فيه ريال واحد ولكن فسر او من الموجودين معاه يبون مثل ما سوى هذا الشخص يدخل مطعم مطعم غالي جدا يكلف 2000 3000 4000 ريال وقدم له مجانا ولكن يبدا تاثيرها على الاسره غير التاثير المالي يبدا الزوج يشوف تصرفات من زوجه في او مرأة في مثل ما ذكر الشيخ في السوشيال في السوشيال ميديا يبي المرته تكون نفس الشيء المراه تشوف من رجل يعامل مرته في السوشيال ميديا بطريقه معينه ليش ما تعاملني فلان يتقبل الضحك في السوشيال ميديا يتقبل الضحك مع البنات انت فدخول هذه على الاسره ليست فقط في الجانب المالي مم. النقطه الثانيه اللي احب اعقب عليها تكلمنا عن السوشيال ميديا والمشاهير والان قد يسمون المؤثرين ومع تحفظي على كلمه مؤثرين لكن ما هي البدائل؟ وين البديل؟ صح ما هو البديل ما في بديل <applause> يعني احنا ما, ما اجي انا اقول حق الواحد لا تاكل من هالتمر ليش لا تاكل؟ زين عطني بديل وعطني بديل بنفس الجوده او احسن مو انا ما اقدر امنعك من شيء اذا في بديل ما اقدر امنعك من شرب الكاس ما في, ما في مثلا كاس محرب طيب عطني ماي عطني عصير عطني بيبسي عطني عطني بدائل اذا فقد البديل ما في بديل فمعليش يعني احنا للاسف مقصرين سواء احنا كاشخاص موجودين او حتى المجتمع حتى هؤلاء اذا اذا ما في حلول اصلا اذا ما وجدت اذا هنا ياتي دور المجتمع هنا ياتي دور اولياء الامور هنا ياتي دور وسائل يا الاعلام هنا البيضية. ياتي دور المثقفين مثل رجال الدين الخطباء الخطباء مثل ما تشهر انت الشخص هذا المؤثر او المشهور اللي هو السلبي تقريبا اشهر الايجابي اشهر م. الشخص الثاني اللي يستحق ان يشهر صاحب الرساله صاحب المحتوى المهني صاحب القيمه صحيح. هذا ايضا دور للجميع كلهم. طيب اعزائي المشاهدين اتمنى أن احنا وفقنا في اختيار هذا الموضوع. انا ما الحلقه قبل ما ناخذ يعني كلمه من شيخنا خالد بموزة موزه بطبعا بما ان اليوم ليله 27. شيخنا تفضل. هذه الليله القران نزل في ليله القدر فعظمت هذه الليله بين الليالي. والقران نزل به جبريل فعظم بين الملائكه. والقرآن نزل على محمد فكان سيد الأولين عليه وسلم والآخرين عليه, وسلم عليه الصلاة والسلام القرآن نزل في مكة فقال ربنا أم القرى والقرآن نزل على هذه الأمة فقال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس هذا فقط في النزول ولذلك هذه المكافأة العظيمة خير من ألف شهر هذا القرآن عظمته بعظمة قائلة هذه فقط جائزة ترى هذه خير من ألف شهر هي جائزة لنزول القرآن في هذه الليلة فما بالك بمن يقرأ القرآن ويصاحب القرآن ويعمل بالقرآن كيف تكون جائزته يوم القيامة أعظم بكثير من هذا الذي نحن نسمعه ونرى فاحرصوا على هذه الليالي فإنها مباركة وسوف يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه وهو خير شفيع وخير محامي. تعود. وفي كلمه حقيقه سمعتها من زمان راسخه في ذهني. رمضان سيعود. نعم. السنه القادمه في رمضان، اللي بعدها في رمضان، اللي بعدها في رمضان. لكن انت هل ستعود؟ انا هل ساعود؟ صحيح. صح؟ فنستغل هذه الاوقات. نستغل ما تبقى عندك نعم. شيخ. ثابت. أه نجتهد حقيقه أه ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا راشدا. مساله الدعاء اليوم الكنوز عظيمه، الابواب مفتحه. آه الرب قريب من ربه الحجاب رفع آه دعواتكم مستجابه اليوم كل ما عندك من جهد اجتهد فيه الليله ار الله من نفسك خيرا شمر عن ساعد الجد ادعو لنفسك لاهلك لاهل بيتك ادعو للمشاهير ادعو لاخوانك ادعو المتلقين <applause> ادعوا لي اخوانك ادعوا لي بناتك ادعوا للاموات الميت الان ينتظر منك رساله الله يرحمه الميت ينتظر منك دعوه مباركه اللهم اغفر لهم وارحمهم امين اعزائي المشاهدين نتمنى كل وفقنا في اختيار موضوع حلقه اليوم وضيوفنا الكرام ما قصروا جزاهم الله الخير يعني طرحوا عده وجهات نظر الامر لك في الاخر انت الان القرار بيدك يا ايجابي يا سلبي مع السلامه مع السلامه